أهلا بكم متابعينا الكرام. وافق رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، فقد تم تعيين مدير شرطة الحدود المراقب العام بدوي علي خلفا له. ويشغل بدوي علي رئيسا لأمن ولاية بجاية وعين الدفلة ومراقب عام للشرطة، كما سبق له أن شغل نفس المنصب بولاية بومرداس لعدة سنوات، وكللت مهامه باستتباب الأمن والسكينة في المناطق الحضرية لولاية بومرداس، وهو معروف بخبرته الطويلة في مجال مكافحة شبكات الإرهاب والإجرام، كما لعب دورا محوريا في تفكيك شبكات دعم حركة الماك الإرهابية بعد فاجعة مقتل الشاب جمال بن اسماعيل. ويعتبر بدوي علي من خيرة الإطارات الشرطة الجزائرية، وهو ابن بلدية تيج اللبين بولاية بومرداس. حظا موفقا في مهامك الجديدة. بعد مشاهدتكم لهذا الفيديو اتركوا لنا تعليقا واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم الجديد، وإلى فيديو آخر دمتم في رعاية الله وحفظه.